أهلا وسهلا مجددا بكل الناس المتابعين والناس اللي انضمت لمتابعتنا. فقرة مهمة جدا، فقرة قضية مجتمعية مهمة جدا، لازم كل الناس تهتم بها، ولازم كل الناس تكون حريصة جدا على أطفالها وتراعي أطفالها من سن المراهقة. إحنا الليلة عايزين نتكلم عن الدار، وعايزين نتكلم عن الأطفال المفقودين الأبوين. قضية مهمة جدا، كبيرة جدا، يعني بتودي لقدام لحتات مقفلة وبعيدة، وبعدين بقى في انتشار وفي كثرة شديد للأطفال فاقدين السند. نعم أكيد هديل، ودي من القضايا الحساسة جدا والقضايا المهمة النقاش عنها بصورة كبيرة جدا. هل لهشاشة الوضع السياسي في السودان عدد التزايد بصورة كبيرة جدا لفاقدي السند، أم هنالك أسباب أخرى، أم هنالك سيناريوهات مختلفة يمكن أن تكون هي مسببات وتداعيات لعدد الأعداد الكبيرة التي دائما ما تدخل الإيواءات ودار الإيواء فاقدي السند بشكل أو مختلف؟ هنتكلم عنها، وللإضاءة حول هذه القضية المهمة انضم إلينا من داخل الاستوديو الدكتور إبراهيم جلالين إبراهيم، المدير التنفيذي لدار الوداد. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا، وأنا سعيد جدا في برنامج في حضرة المساء بقناة البلد، وشاكر لكم غاية الشكر على استضافتنا للحديث عن دار الوداد لفاقدي الرعاية الوالدية. نعم. أهلا بك وحبابك. بداية نتحدث بكل شفافية وبكل صراحة عن دار الوداد لفاقدي الأبوين. الوداد لفاقدي الرعاية الوالدية هي دار أسست في عام 2010، وبدأت العمل فعليا في 2016. تهدف الوداد إلى رعاية الأطفال حديثي الولادة مجهولي الأبوين، أي فاقدي الرعاية الوالدية. وهدفها الأساسي ليس الإيواء بشكل دائم، إنما إيواء مؤقت بهدف إيجاد أسر سودانية كريمة تكفلهم فيكونوا أبناء صالحين لدى هذه الأسر. هذا طيب هو الهدف الأساسي. والله يا أخي ما برضو يعني مبادرة جميلة جدا وهدف جميل. هو دار خيري طبعا على هذا الأساس، وعلى ضوء هذا الأساس أنتم بديتوا عملكم 2016 إلى الآن. ما دكتور إبراهيم، خلينا نتكلم عن الزيادة الكبيرة في السنوات الأخيرة، ما هي أسبابها؟ بالقطع أن الأسباب بشكل أساسي اجتماعية تربوية. اجتمعت هذه العوامل أدت إلى أن جنوح الفتيات وبعض الشباب الذين لا ينظرون إلى نتائج ما يفعلون. وبالتالي وصلوا إلى مرحلة الإنجاب خارج الإطار الشرعي، مما أدى إلى ظهور هذه الظاهرة وانتشارها بشكل كبير، خاصة لدى فتياتنا المراهقات أو طالبات جامعيات أو غيرهم من أصناف الفتيات. فعدم رعاية الأسرة لأبنائها، عدم متابعتهم، عدم احتوائهم ناحية عاطفية، والوقوف بجانبهم في كل مشكلاتهم، كل هذه الأسباب مجتمعة تؤدي إلى هذه الظاهرة. نعم صحيح، بشكل كبير هي فاقد تربوي، عدم متابعة المراهقين وعدم متابعة الأطفال، والأول انشغال بوضع البلد الحالي البقى سيء جدا. لكن برضو مفروض يكون في رعاية أكثر، مفروض يكون في حوافز أكثر، ومفروض يكون في تحفظ أكثر. لكن خلينا نعرف المواطن على الإجراءات والخطوات الكاملة لعملية الإيواء في دار الوداد. جميل. طبعا الوداد، دار الوداد لفاقدي الرعاية الوالدية، هي سند للدولة. نعم صحيح. الجهة الرسمية هي دار المايقومة، اللي هي يجتمع فيها أو يجمع فيها هؤلاء الأطفال. ونحن الوداد باتفاقية مع الوزارة نأخذ الأطفال شهريا عدد معين من دار المايقومة إلى دارنا إحنا المؤقت. طريقة الكفالة، كفالة هؤلاء الأطفال عن طريق الوداد، هي بطريقة الإرضاع الشرعي. نعم. تبدأ من تقدم الأسرة إلى الوداد بأنها تريد أن تكفل طفل من دار الوداد، هم طبعا جميعهم حديثي ولادة من عمر يوم. نعم. تبدأ البداية من أخذ الأوراق الثبوتية الشخصية للسيدة المتقدمة، وكذلك موافقة زوجها، موافقة مكتوبة ويبصم عليها بأنه موافق على كفالة الطفل. نعم. ثم شهادة سكن، ثم يصير في
فحص طبي للسيدة المتقدمة نعم. للكفالة نعم. وكذلك الفيش الأمني بأنه ليست لديها سوابق جنائية قبلا، ثم تأتي مرحلة زيارة الأسرة في منزلهم للتأكد من أنهم لهم منزل يقيم يقوم فيه هذا الطفل معهم بشكل آمن ومستقر ويكون له الرعاية المطلوبة لأي كأي طفل آخر. بعد زيارة الأسرة في المنزل تكون مرحلة الإرضاع، لازم ترضع الأم المتقدمة للكفالة الطفل ده بحيث يكون ابن شرعي لها. والإرضاع معروف أنه بيوثق الصلة ما بين الطفل والأم التي أرضعته، فبالتالي ما من يتوقع تحصل مشكلات سلوكية تجاه أي واحد منهما تجاه الآخر. صحيح. فهذا سر من طيب يا دكتور إبراهيم، إن كانت لم تكن مرضعة مثلا كواحدة من النماذج، ممكن تكون واحدة عاقر لا تلد، فاحتاجت لواحد من الأبناء دي عشان يكون معاه في البيت، يعني المساحة بتاعت أنه يكون عندها طفل من عن طريقه هي بقت ما مسموحه بها، اكيد لجأت ليكم انتم كدار ايوه، شنو الضمانات الممكن او الاجراءات الممكن تتخذوها؟ الاجراءات اول شيء احنا الام المتقدمه للكفاله لازم يكون عمرها اقل من 50 سنه، ده اول شيء. الشيء الثاني لحسن الحظ ان الطب تقدم، حتى السيده اللي ما ارضعت نهائي وما انجبت وما كذا في حبوب بتدر اللبن للأم بعد استخدامها بفترة من الزمن يوم يومين أحيانا أقل من كده بيدر اللبن، والحمد لله إحنا حتى الآن ما تقدمت سيدة لكي تكفل طفل وقف في طريقها الإرضاع. سبحان الله، ربنا يعني هي بتكون يائسة تماما أن ما حيجيها لبن وما حتقدر ترضع، لكن رأفة من الله سبحانه وتعالى بهذا الطفل أن يجعلها تدر اللبن من خلال هذه الحبوب. حتى الآن إحنا أنجزنا أكثر من 280 طفل سلمناهم لأسر كافلة، ما في واحدة منهم رجعت بسبب الإرضاع منذ 2016. من 2016 نعم. طيب دكتورة، حاليا أنت تكلمت عن مسألة الإجراءات وتحدثت عنها وطرق الإجراءات اللي أنتوا استخدمتوها بتأخذوا من دار الميقومة، هل في طرق أخرى لإيواءكم لفاقدي السند؟ طيب احنا الطريقه الوحيده المسموح لنا ان احنا ناخذ بها الاطفال هي من دار المايقومه فقط، يعني ما مسموح لنا ناخذ الطفل من الشارع ولا من الشرطه عن طريق بلاغه وكذا. ايوه لا حتى اذا طفل وجدناه في دارنا وضعته الفتاه وهربت، لا ما لنا الحق احنا ناخذه على طول، لازم نرجع به لدار المايقومة لتسجيله رسميا واخذ بيانات وعمل اشياء اجرائيه، بعد ذلك يتم استلامه من الدار بشكل رسمي. طب يا استاذ ابراهيم، نظره المجتمع لهذول الاطفال وهم ما عندهم اي ذنب في اي حاجه حصلت، وكان غلط تربوي او خطا شنيع، لكن احنا عايزين نعرف كيف احنا نقدر نقيم نظره المجتمع لهؤلاء الاطفال؟ هذا سؤال مهم جدا، لذلك احنا عندنا محور اساسي اللي هو محور التوعيه المجتمعيه. الهدف من ذلك انه نحاول ان نغير نظره المجتمع لهؤلاء الاطفال انهم ما عندهم ذنب، هم في الحقيقه خطا شخصين اخرين، ليس هو وجد نفسه هكذا يعني. فاحنا لدينا محاضرات نقيمها من خلال مرشدات اسريات، من خلال أخصائيات نفسيات واجتماعيات، وهذه اللقاءات نعملها في الأحياء السكنية وأيضا في الجامعات، عندنا لقاءات عملناها في الجامعات السودانية في داخليات الفتيات في بعض المؤسسات الحكومية والخاصة، وأحيانا نقيمها في دارنا نفسه ندعو لها الأسر وبعض الشباب والشابات لحضور. يعني آخر كان زيارة لنا كانت جا كلية أهلية جاتنا وعددهم حوالي 150 شاب وشابة أخذوا محاضرات لدينا، فإحنا نؤسس لواقع جديد عند الأسر والمجتمع بأنه نغير نظرتنا لهؤلاء الأطفال بأنهم ليس لهم ذنب. طيب دكتور إبراهيم، يعني نحن حاليا بنتكلم عن انتشار الثقافة في شكل التعامل مع فاقدي السند، وانتو يعني قمتوا بدوركم بصورة كبيرة جدا ومن واقع تجربتك انه قمتوا بنشر وبورش لنشر هذه الثقافة وهذا الوعي الكبير للمجتمع. طيب هل في انعكاسات إيجابية كانت من خلال هذه الورش لشكل المجتمع الخارجي في شكل التعامل مع فاقدي السند؟
اي بالطبع. يعني احنا من نواجه يعني بعض الصعوبات من بعض الناس لما نعرض لهم احنا نعمل في مجال كذا وكذا، نظرة الشخص من اول وهلة وكأنه يتهمنا نحن نشجع على هذا الامر، يعني كنا نرعى هذا الطفل، هذا تشجيع للفتيات انه يعفى كذا وكذا وكذا. وفي واقع الحال هي دي شيء بيحصل، حتى لو احنا قمنا بالخدمه ولا ما قمنا، ما بيحصل بيحصل بلا شك. فمن باب اولى ان نتعامل ما بعد حدوث الكارثه اصلا، اي بعد حدوث الكارثه احنا حتى بنسهر وبنشتغل في الشغل ده. لكن بفضل الله يعني كثير من الناس تغير نظرتهم بعد ما شاهد الاطفال بعينه وقلبه يحن ويبكي. كثير من الناس اللي كان رؤيتهم للموضوع رؤيه سلبيه، لكن لما يجي الدار ويشوف بعينه تتغير درجه الجانب السلبي الى ايجابي بشكل كامل. بطبيعتنا مجتمعنا مجتمع حنين شديد يا حديث. نعم. يعني عندنا المحنه الكبيره وعندنا التكافل الاجتماعي، شعب السوداني شعب طيب. صحيح. طب دكتور ابراهيم، نتعرف على كيفيه المجابهه لانه رعايه الاطفال لتكاليفهم، احنا كيف احنا نستمر في الدار، انه احنا نكون يعني احنا عايزين نعرف المشاكل حقتكم، الحاجات عشان يستمر الدار في هذه العمليه العظيمه. ده تحدي جدا كبير جدا، يعني خاصه ان احنا في ظروفنا الحاليه في السودان. بفضل الله ورعايته ان الوداد هي مؤسسه، ليست الوداد فقط اللي هي موجوده في السودان في الخرطوم فقط. صحيح. انما انا من خلال الموقع ده برسل رساله يعني شكر وتقدير لابو الايتام راعي وصاحب فكره الوداد المهندس حسين سعيد بحري، الذي أسس مجموعة الوداد في السعودية، ثم لم ينسانا نحن هنا في السودان برعاية كريمة، وأيضا أسس في مصر، وهو جزاه الله خيرا وربنا يجعل عمله في ميزان حسناته، يقوم بشكل كبير برعاية هذه الدار. لكن بالرغم من ذلك نسبة العدد المتزايد ونسبة اللي التحديات الكبيرة في الاحتياجات، غلاء الكهرباء، غلاء الوقود، احتياج سيارات، تنقلات، موظفين، أشياء كثيرة تحتاج إلى الصرف عليها. فبالتالي نحن جدا في الوداد محتاجين للمجتمع، محتاجين المجتمع أنه يكفل، محتاجين المجتمع إلى أنه يدعم، يقف معنا حتى لو وقوف معنوي. الوداد تحتاج لهذا، اكيد بتحتاج لوقفه، حتى الوقفات الماديه مهمه جدا، لانه هو اصلا يعني لخدمه هذا المجتمع ولابناء هذا المجتمع. طيب خلينا نتكلم عن، هل للحكومه اي دور في المساهمه الفعليه؟ ايضا احنا نرسل رساله الشكر لوزاره التنميه الاجتماعيه. التي وقعت معنا اتفاقيه، وهذه الاتفاقية تتيح لنا أننا نرعى هؤلاء الأطفال. وطبعا لنا شهادة تسجيل بمفوضية العون الطوعي والإنساني، بموجبها نقدر نخاطب الجهات الحكومية المؤسسية والأهلية وغيرها، وأيضا مقابلة بعض المنظمات العالمية التي ممكن نستفيد منها مؤسسيا وربما أيضا ماديا. فالدولة بتساندنا، ونحن في نفس الوقت ايضا عونا لها في رعايه هؤلاء الاطفال. صحيح. طيب دكتور ابراهيم، برضو انا برجع ثاني للمطلوب لتوفير وتحسين البيئه والاستمرار في العمل وتقديم الخدمه لهذول الاطفال باحسن طريقه. طيب احنا عندنا تحدي كبير، واحنا نشكركم انتم في قناه البلد في برنامج في حضره المساء، عندنا اشكاليه كبيره في الوصول الاعلامي. احنا منسيين اعلاميا بشكل كبير جدا جدا. فهذه اللقاءات هي بتدعمنا، فلذلك احنا محتاجين لاعلام، سواء كان اعلام رسمي او اعلام شعبي كمواقع التواصل الاجتماعي وكذا. من خططنا انه نتواصل مع المؤثرين في المجتمع، من المشاهير، من الوجهاء المجتمع، حتى الأفراد العاديين هم ممكن يكونوا صوت إعلامي للوداد. هؤلاء الأطفال هي مسؤولية أي شخص في المجتمع. مسؤولية مجتمعية كاملة. بالضبط كده. يعني وين الخطورة؟ أنه هذا الطفل إذا لم يتم رعايته الآن في المستقبل ممكن يكون خطر على المجتمع كله، على البلد كذلك. نعم صحيح.
الطفل خطر عليه في الوقت الحالي، ولكن عندما يكبر يكون خطر على المجتمع لم يكن بالمتابعة والرقابة السوية. طيب أنت تحدثت عن حاجة مهمة جدا، بأنه أنت لابد أن دار الوداد أن يعرف بشكل كبير على المجتمع للخدمة اللي هو بيقدمها، للسند اللي أنتوا بتقدموه لفاقدي السند. خلينا نتكلم عن مواقع التواصل الاجتماعي. الليلة أصبحت هي منصة لكل الأعمال، لكل التوجهات المختلفة. يعني لما لا يكون هنالك يعني بيج أو صفحة تختص بدار الوداد، تنقلوا فيها شكل التفاصيل والحياة الجميلة اللي بتكون هناك مع الأطفال والرعاية اللي بتجيكم والتفاصيل المختلفة منكم أنتم حتى بواقع التجربة، ممكن تكون انعكاسات جميلة على المجتمع، والمتابعة بتكون لصيقة أول بأول. أكيد عندنا صفحة في الفيسبوك وصفحة في تويتر وصفحة في اليوتيوب، وكذلك موقع إلكتروني، لكن الموقع الإلكتروني غير مفعل بشكل كبير. يعني أكثر شيء تواجد السودانيين تلقاهم في الفيسبوك، فإحنا بننزل كل أنشطتنا في الفيسبوك وفي تويتر. طيب كويس، كده كلام جميل جدا. هل في إقبال كبير عليها؟ الإقبال ليس بالدرجة المطلوبة. طيب كلام دي هسه مساحة دكتور إنك تعرف المشاهد باسم الصفحة عشان الناس تتابع تخش تعمل لكم صفحتنا بالفيسبوك باسم منظمة الوداد لفاقدي الرعاية الوالدية، هذا اسم الصفحة في الفيسبوك وفي تويتر أيضا. المتابعة إن شاء الله بتسرنا وبتسعدنا إن شاء الله. نعم، إحنا كلنا معكم دكتور والله إن شاء الله. الله يكرمكم ويبارك فيكم إن شاء الله. يكون العافية. طب يا دكتور، إحنا نرجع لنقطة مهمة جدا عشان المشاهد يكون منتبه لها جدا. أنت ذكرتها، لكن إحنا نذكرها مرة ثانية، إنه كيف هو أو كيف تتم الإجراءات لإيواء طفل من هؤلاء الأطفال. تمام، بداية تبدأ بتقدم الأسرة بحضور الزوج والزوجة إذا كانت السيدة من الزوجة. نعم. إذا كانت مطلقة أو أرملة مع ولي أمرها. نعم. إما أبوها أو أخوها أو شخص من جانب الأب. نعم. إذا كانت غير متزوجة لا أرملة ولا مطلقة لازم يكون عمرها أكثر من 35 سنة وبرضو معها ولي أمرها. نعم. دي الشروط الأساسية، حضور الشخصين السيدة وولي أمرها سواء كان زوج أو من الأسرة. نعم. دي أول نقطة، معهم قسيمة الزواج إذا كانوا زوجين. نعم. ومعهم أوراقهم الثبوتية. دي شروط الأساسية. نعم. بعد ذلك بعد التقديم تعطى خطاب للمستشفى لفحص طبي، تجري فحص طبي لفحص الإيدز والتايفوت. نعم. المرض ايش اسمه عموما ده الفحص الطبي. ثم الفيش الامني. الفيش الامني. الاثنين دي طلعت منهم سليمه، يتم زياره الاسره في المنزل. نعم، للتاكد من الوضع والامان للطفل. نعم نعم. بعد ذلك تجي مرحله الارضاع. نعم. بعد ما ارضعت خلاص 5 رضعات مشبعات صار الابن، دي من اهم المراحل طبعا بشكل شرعي، دي اللي بتضمن ذاته يعني وجود الطفل بشكل امن. صحيح. بعيد عن التفاصيل المختلفه الثانيه. برضو خلينا نتكلم يا دكتور عن الان هنالك يعني بعض المشكلات اللي ممكن تواجه الاسر من الضائقات المعيشيه، وشوف انا في حاجه قلبت موازين تفاصيل رؤيتي على الحياه، انه كل انسان ولا كل دابه على الارض على الله رزقها، فدي برضو من الحياة اللي ممكن تكون إيجابية في زمن نحن بنعاني فيه من المشاكل الاقتصادية بصورة كبيرة. خلينا نتكلم برضو عن الجانب ده. هو أيضا من الشروط الأساسية أنه تأكد من أن الأسرة قادرة أن ترعى الطفل ده. نعم. تربيه وتعلمه إلى أن يصبح رجل، دي من الأشياء اللي إحنا بنتابعها. لكن إذا قدر الله شيء حصل المستقبل، طيب لو شيء حصل شي طبيعي. لو شيء حصل طيب إحنا طبعا عندنا متابعة بعدية بعد ما نسلم الطفل للأسرة. استمرار كل 3 شهور. كل 3 شهور بنزورهم، وبتتناقص فترة الزيارات كل ما كبر كل عمر. نعم. عمر الطفل. من خلال الفترة دي إحنا نقدر نقيم هذه الأسرة ترعاه بشكل جيد أم هناك فجوة. نعم. أو أي أسباب أخرى تخلينا نتخذ. نعم. إجراء. الحمد لله ال 281 طفل اللي سلمناه من الأسر لم يرجع إلا طفل واحد، ودي كان يمكن حالة خاصة، الأسرة ربما تعرضت لظروف قاسية أدت إلى أن الطفل يرجع لدار دار الإشكالية فنزعنا الطفل من الأسرة. نعم. طب إحنا زينين نتكلم برضو عن نقطة مهمة جدا، الخدمات المميزة جدا اللي بيقدموها للطفل في الدار، يعني من ناحية طبية من ناحية غذائية
الحاجات شنو اللي بتتقدم مميزه اليوم؟ عندنا في الدار وحده طبيه، عندنا عياده، عندنا طبيبه اطفال، وعندنا اثنين سيستر يقوموا بخدمه الاطفال ورعايتهم. هو قبل ما احنا ندخلهم الدار بتكون معنا الطبيبه في دار المايقومه تتاكد من سلامه الاطفال، ما في عيوب خلقيه وما في كذا كذا. بعد كده نستلمهم ونحضرهم ويتم الفحص عليهم مره اخرى عندنا في الدار. اذا في اي اشكال عندنا تامين طبي للطفل، عندنا تامين طفل تامين طبي للطفل بناء على المكرمه اللي قدمها لنا المهندس حسين سعيد بحري برعايه. والله احنا بنشكره شكر كبير جدا الباشمهندس لو كان حاليا بيتابعنا، ان شاء الله رب في ميزان الحسنات ان شاء الله. اللهم امين امين يا رب. الدار مهيئه بشكل جدا رائع من حيث النظافه وايجاد سبل الراحه والأمان المختلفه أكيد. والامان والحراسه وكل هذه الامور. عندنا امهات حاضنات في الدار هم يقومون بارضاع الطفل بالبزازه هذه. وايضا الالبان احنا نشكر كل الجهات اللي بتساعدنا بالالبان وكذلك حفاضات الاطفال الله يكرمكم. فدي كلها يعني من الاشياء اللي احنا بنهتم بها جدا. نظافه الطفل دي اولويه كامله. يا سلام. ايوه بدون نظافه ما بتكون في رعايه. لو جاتكم مساهمات من الخارج دكتور يعني من المجتمع بشكل عام؟ نتمنى انه المجتمع يتجاوب معانا ويساعد، وكمان نحتاج انه يزوروا ويشوفوا بعيونهم قبل الدعم. المكان وين؟ المكان الخرطوم حي البشاره شمال مدرعات الشاجره شارع غزه جوار طرمبه الكريمت اللي هي طرمبه معروفه محطه معروفه وصفوا جوار الاسطبلات. نعم نعم تمام. طيب احنا عايزين منك كلمه اخيره. نعم. لمن ترسل الكلمه؟ رسالتي لكل المجتمع السوداني، لكل الآباء والأمهات، أن ننتبه إلى أبنائنا وإلى أبنائنا وبناتنا ونحتويهم ونكون بقربهم، نتحسس مشاكلهم ونقدم لهم المساعدة الممكنة. صحيح. إهمال الأبناء يؤدي إلى كثير من المشكلات، ليس الأخلاقية فقط، حتى التربوية والسلوكية وغيرها. هذا أمر مهم. دي رسالتنا الأولى للآباء والأمهات. رسالتنا الثانية لعموم المجتمع بأن إحنا لدينا فئة مهمة من المجتمع تحتاج أن تدعم وتراعى، فلذلك إحنا ونشكر الدولة أنها فتحت المجال لهذا لدعم، سواء كان دعم لدار المايقومة اللي هو المكان الرسمي الأساسي أو إلى دار الوداد الذي يحتوي الفئة المحدودة من العمر اللي هي حديثي الولادة. ونشكر كل الداعمين الذين يتواصلون معنا. نعم. ويشدون من أذنا، ونتمنى المزيد من الداعمين إن شاء الله. نحن بنشكرك كثيرا شكرا دكتور إبراهيم يعني إبراهيم على العمل الكبير اللي أنتم بتقوموه، وأنت بواقع تجربتك كمدير تنفيذي لدار الوداد لفاقدي ومجهولي الأبوين. شكرا لكل العاملين في هذا الدار، شكرا للباشمهندس الذي أسس هذا الدار، شكرا لكم مشاهدينا لحسن المتابعة. ونحن نتمنى من كل الناس، الوصف كان واضح، الموقع على صفحتنا في الفيسبوك وصفحة الدار في الفيسبوك أكيد هي بتستقبل كل من يتابعها. نحن محتاجين نسند كل أبنائنا من السودان. نعم. وإن شاء الله هذه كمان نكون خطة نتلمس فيها نجاحات كبيرة جدا في أنه نقدر نقدم دعم ولو حاجة بسيطة لهؤلاء الشريحة. حنجي نلقى أنه هم داعميننا في المستقبل ودعم كبير للدولة والمجتمع. حنمشي فاصل ونرجع.